السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير أهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية لتلفزيون الجزائري وتتابعون فيها المخطط الأمني والإجراءات المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع ممثل مديرية الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطنية لجنة الاهلة والمواقيت الشرعية تجتمع اليوم لتحري هلال شوال وفي البرنامج وقفة عند حكم صلاة الجمعة اذا وافقت العيد. في ملف الصحة نفتح نافذة للتعرف على مخاطر الاستهلاك المفرط لحلويات العيد خصوصا لدى اصحاب الامراض المزمنة مع المرشد الصحي ورئيس جمعية مرضى السكرية. هذا صباح اليوم يستضيف المتوجين في المسابقه الوطنيه لاحسن مؤذن جائزه بلال بن رباح وككل يوم خميس فقره تراثنا هويتنا تعود اليكم بموضوع جديد مع الزميله ناديه هندل مشاهدينا تفاصيل هذه المواضيع تتابعونها كامله عقب هذه الاطلاله لتوقعات احوال الطقس الجويه موبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدينا الكرام سعد الله صباحكم بكل خير نسبة رطوبة عالية ومن إلى غائمة خلال صبيحة اليوم على كل المناطق الشمالية تكون مرفوقة بأمطار محلية نحو سواحل الشرقية خلال الظهيرة كما ستنشط بعض الأمطار الرعدية نحو الهضاب العليا تكون أكثر اعتبار نحو منطقة الأوراس هنا على شكل زخات رعدية مناطق الجنوب الشرقي الواحات والصحراء الوسطى أيضا ستشهد أجواء من مغاشة إلى غائمة مرفوقة بأمطار محلية بينما مشمسه تماما بشمال الصحراء بالجنوب الشرقي الغربي اقول لغايه اقصى الجنوب زوابع رمليه محليه بالجنوب الشرقي بالصحراء الوسطى منطقه دوف واقصى الجنوب تسع درجات سجلت خلال ليلة اليوم بمرتفعة البيض وأعلى مقياس كان ب 26 درجة نحو أقصى الجنوب. بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظاهرة اليوم تبقى معتدلة تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة بكل سواحل. 22 درجة أيضا بتيزي وزو بالبويرة والبيض. 21 درجة بقسنطينة في حدود ستة 26 درجة بالنسبة لغليزان أما جنوبا ما بين واحد 31 إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. 33 درجة ببيسكرا بالواد بالمغير بورغلا 30 درجة فقط بتمن راس ترتفع إلى 35 درجة بشمال الصحراء 38 درجة بإليزي وأجواء حارة بأقصى الجنوب في حدود 43 درجة مئوية بالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب على كل سواحل والرياح ضعيفة على العموم يوم الغد بحول الله المناطق الغربية ستشهد أجواء مشمسة على العموم بينما المناطق الوسطى والشرقية تبقى تشهد أجواء مغشاة على العموم مرفوقة بنشاط خلايا رعدية خلال ظهيرة نحو الهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مشمسة مع هبوب رياح قوية نسبيا نحو الصورة وأقصى الجنوب الشرقي درجة الحرارة معتدلة نفس الأجواء بالنسبة ليوم السبت بحول الله لكن خلال يوم الأحد الأجواء ستكون من مغاشات غائمة على كل المناطق الشمالية بما في ذلك المناطق الغربية تنشط بعض الامطار الرعديه نحو الهضاب العليا خاصه الغربيه ومنطقه الاوراس خلايا رعديه ايضا ستميز مناطق الثورة واقصى الجنوب درجه الحراره تعرف ارتفاع طفيف اما عن وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمه سيكون في حدود الساعه السابعة مساء و26 دقيقه مشاهدينا اشكركم على حسن المتابعه طاب يومكم وتقبل الله صيامكم لكم الأحوال الجوية موبيليس معاً نصنع المستقبل أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج هذا الصباح الذي يرافقكم على مدار ساعتين من الزمن وإلى غاية تمام الحادي عشر صباحا بفقراتنا وأركاننا الخدماتية المتنوعة إذا أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ليلة الشك لتلقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام ستكون اليوم الخميس وستعقدون ندوة خاصة بليلة الشك مباشرة بعد صلاة المغرب بدار الإمام المحمدية ستبث أو ستبث عبر وسائل الإعلام للحديث عن كيفية تحرّي هلال شوال ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت العيد وما هي المعاني لعيد الفطر المبارك يحضر معنا الإمام أستاذ ومدير الإعلام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد زغداني أهلا وسهلا فضيلة الشيخ شكرا بارك الله فيك تحية طيبة لك تحية للمشاهدين الأكارم تحية للمشرفين على هذه القناة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى في خواتيم هذا الشهر الكريم أن يتقبله منا كاملا غير منقوص ويكون طهرة لنا من كل الذنوب وعتق لنا من النار بإذن الله تعالى اللهم آمين فضيلة الشيخ مزداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الله. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته تجتمع الآن أو تجتمع اليوم أقول اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لتحلي أو لتحري هلال غرة شوال نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد التحري هلال رمضان هو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه هلال رمضان فقط بل هلال رمضان وهلال شوال لا. وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض خلق هذا الكون كله جعل المواقيت مبنية على هذه الظواهر الكونية نجد مثلا الصلوات هي مبنيه على موضع الشمس في السماء الفجر تبدا في طلوع ثم حينما يكون ظل كل شيء مثله ويبدا في الزوال يكون الظهر حينما يكون ظل كل شيء مثله يكون العصر غروب الشمس هو علامه على صلاه المغرب بعد غياب الشفق الاحمر يكون دخول وقت صلاه العشاء فحتى يرتبط الانسان بهذه الظواهر الكونيه فيدرك عظمه خلق الله سبحانه وتعالى بالنسبه لبدايه الشهور يعتمد فيها المسلمون ليس في شهر رمضان وشوال فقط بل كل هذه القاعدة هذه الحجة صفر رجب محرم كل هذه الأشهر تعتمد فيها على رؤية الهلال اللي هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى التحري هو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام <applause> حتى يضبط الناس بداية الشهر ونهاية الشهر لضبط هذا هذا الموضوع بداية الشهور القمرية التي هي بدايات رمضان مثلا هو مرتبط بظهوره هلال رمضان العيد او هو مرتبط بظهور شوال العاشر من شهر ذي الحجه هو موعد عيد الاضحى مرتبط برؤيه هلال شهر ذي الحجه وهكذا وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف انشات يعني منذ الاستقلال بل حتى ربما هذه سنه النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام ولن تتوقف جاء هذا الاطار التنظيمي اللي هو انشاء اللجنه الوطنيه للاهله والمواقيت الشرعيه لتحديد بدايه الشهور هذه اللجنة ربما الكثير من المواطنين يتصور أنها أولئك الشيوخ الأفاضل الذين يلتقون بدار الإمام وتكون الندوة من أجل مناقشة أهم الموضوعات تتعلق بالموسم أو بما يهم المسلمين بشكل عام يتصورون أنه هذه اللجنة فقط لا اللجنة هي منتشرة عبر ربوع الوطني كله. <applause> عبر 58 ولايه يعني حتى كل... ان تحري هلال غرفة شهر شوال سيكون عبر كل ولايات الوطن نعم فهذه هذه اللجنه هنالك اللجنه المركزيه ان صح التعبير وهم اولئك الشيوخ الذين يتلقون من خلال غرفه العمليات المتواجده بنفس يو المكان يو نعم فيتلقون تقارير من قد تقارير الرؤيه من مختلف الولايات بثبوت الرؤيه او عدمها. عدمية. وهنالك شيوخ منتدبين ايضا الذين يعني لديهم دربة ولانه مساله رؤيه هلال الهلال خصوصا في بدايته هي ليست مساله انسان هاوي هكذا ربما بمجرد انه يتطلع الى السماء وفي اتجاه المغرب او الغروب فيرى الهلال انما يتدربون ويتعلمون حتى لا يشتبه عليهم رؤيه بعض الاشياء او بعض الشوائب في السماء بكونها هي من هلال بدايه الشهر فيحصل في الخطا ثم ان مساله هذه الرؤيه الرؤيه هي هناك رؤية ما يسمى الرؤيه العينيه والرؤيه الفلكيه فوزاره الشؤون الدينيه تعتمد الجمع بين الرؤيتين الرؤيه الفلكيه التي تحدد متى يقترن الهلال او الشمس مع القمر بحيث يبدا يظهر ومتى يولد الهلال كما يسمى بحيث يمكن رؤيته او لا يمكن رؤيته ويعتمدون من ذلك على هذه الحسابات من اجل التحري الهلال نعم وهذه الحسابات قد بدات يعني منذ تقريبا الاسبوع الاخير خلال هذا الشهر الفضيل يعني في اقاويل انه عدم ثبوت رؤيه الهلال في اقاويل اخرى يعني ثبوت رؤيه الهلال وعدم اكتمال يعني نعم شهر رمضان يعني ما قولكم في كل هذا نعم هي المجامع الفلكيه والجمعيات الفلكيه ايضا التي تعنى بهذا الموضوع في كل بداية شهر أو في حينما يقارب الشهر على النهاية تبدأ في لا أقول التنبؤ. إنما في إعطاء الرؤية الفلكية فلكية. الحساب الفلكي هل تمكن الرؤية أو لا تمكن فيعطون مثلا أنه إذا ولد الهلال قبل خمس أو ست ساعات بحيث درجة الانحراف انحراف الشمس عن القمر تكون بسبع او اقل من سبع درجات فلا تمكن او لا يمكن الرؤيه بتاتا وفي هذه الحاله حتى الانسان الذي ربما يقول انا رايت الهلال نستطيع القول انه رأى لم يرى الهلال انما هيئ له انه راى الهلال فمن هذا الاعتبار اقول انه هذه التقديرات الفلكيه والحسابات الفلكيه مهمه جدا في ان نعرف هل يمكن رؤيه الهلال ام لا يمكنه ربما في هذا في هذا الهلال شوال في هذه السنه الكثير من المجامع الفلكية تقول أنه يولد الهلال السابعة صباحا يعني أن يولد هذا اليوم يعني الخميس السابعة صباحا وربما بعد صلاة أو بعد صلاة المغرب لا يمكن رؤيته إلا في أقصى الجهة الغربية من من إفريقيا ويرى بالتلسكوب يعني وهنا ربما ندخل معلومة أخرى أنه الفقهاء في مسألة الرؤية يعني اختلفوا على ثلاث مذاهب هناك الرؤية الفلكية التي نتحدث عنها لا. معناها إذا قال الفلكيون أن الهلال يمكن رؤيته حتى لو لم يرى فإنهم يعتمدون أن الهلال موجود وربما هذا ما أعلنت به إحدى الدول أنه العيد بالنسبة لها هو يوم غد حتى ولو لم يرى الهلال لأنهم يعتمدون الحسابات فقط ومنهم من يعتمد الطريقة الثانية هي الرؤية ولو تكون بالتلسكوب بمعنى بأجهزة ليست بالعين المجردة وهذه كما في في يعني حال هذا هذا اليوم لا. رؤيه الهلال ممكنه بالتلسكوب على حساب هذه المجامع الفقهيه لا. في اقصى غرب افريقيا ومنهم من يقول لا لابد ان تكون الرؤيه العينيه المجرده باي دون اي وسيله من الوسائل وهو ما تعتمده لجنه الهله ولجنه الفتوى في الجزائر انه لابد ان تكون الرؤيه العينيه ويجمعون بين اثبات الرؤيه بامكانيتها في الحسابات الفلكيه وبالرؤيه العينيه. اذا الاعلان عن عيد الفطر موعد عيد الفطر المبارك سيكون بعد صلاه المغرب اليوم بدار الامام. نعم وعلى هذا اقول انه حتى بعض المواطنين دائما يقولون لماذا تتاخر اللجنه في اعلان موعد نعم. رؤيه الهلال ولماذا يؤخروننا؟ لا نقول انه هذا الامر بلادنا بفضل الله عز وجل وما شاء الله هي قاره ونحن ننتظر كل التقارير من جميع الولايات ربما تبدا الولايات الشرقيه هي الاولى التي تبدا تقاريرها لانه مساله رؤيه الهلال من عدم رؤيته تكون تقريبا 20 دقيقه الى نصف ساعه بعد غروب الشمس او بعد صلاه المغرب <applause> معناها اذا بعد نصف ساعه لم يرى الهلال في منطقه ما فانه يثبت انه لم تتم الرؤيه اذا رؤية فانه يرسل ايضا انه تمت الرؤيه فمن اقصى الشرق الى اقصى الغرب و ربما المسافه الزمنيه تقدر باكثر من نصف ساعه تقريبا 40 دقيقه، يعني اخر نقطه هي تندوف والتي وقت الغروب فيها تقريبا بعد 40 دقيقه من من غروب اخر أو اول ولايه في ولايات الشرق، وبالتالي ننتظر الى ان نصل الى اخر نقطه ويرسل يرسل التقرير وبعد ذلك يتم الاعلان عن نتيجه الرؤيه، هل هي ايجابيه فيكون اليوم الموالي هو اول ايام شهر شوال ام انها سلبيه وبالتالي يكون اتمام الشهر 30 يوما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. علما انه ربما قد تعتمد ايضا اللجنه لجنه المواقيت الشرعيه على الفتوى التي تبين انه اتحاد في ما يسمى اتحاد المطالع. بمعنى أن البلاد العربية والمسلمة كلها تقريبا تشترك في جزء كبير من الليل صح. فإذا رؤي القمر أو الهلال عفوا في أي منطقة من مناطق الدول العربية فيمكن أن نعتمد هذا وهذا ربما حفاظا حتى على وحدة المسلمين فيما بينهم ويبقى هذا التقدير هو أو السلطة التقديرية للجنة الفتوى واللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التي يشرف عليها علماء الجزائر ومشايخها الذين نثق فيهم، وربما نحن نسلمهم زمام هذا الأمر، فإن أعلنوا أنها يوم عيد، فيكون عيداً سعيداً إن شاء الله بالنسبة للجميع، وإن أعلنوا أنه نتم الثلاثين يوم، فيكونوا كذلك باذن الله عز وجل. صحيح، فضيلة الشيخ هذا عن تحري هلال غرة شوال، نعم. الكثير من المواطنين الان يعني في اقاويل تتداول حول حكم اقتران صلاة الجمعة بعيد الفطر المبارك، يعني ما قولكم في هذه النقطة؟ وكنتم قد نشرتم بالامس في موقعكم الرسمي يعني بيان حول يعني تفندون فيها هذه الاقاويل وبعض الاقاويل التي نعم. تم تداولها نعم هي ربما من المسائل الفقهيه التي تتجدد في كل مناسبه احنا في بالنسبه لعيد الفطر المبارك والعيد الاضحى خصوصا في عيد الفطر هناك مسالتان تتكرران اللي دفع زكاة الفطر هل تكون نقدا ام تكون عينا بمعنى نعم. من المواد الغذائيه والمساله الثانيه اذا وافقت صلاه الجمعه العيد. او العيد فهل نصلي العيد ونصلي الجمعه ام لا لانه فيه دلائل شرعيه أن النبي عليه الصلاة, عليه الصلاه والسلام اذا كان العيد في يوم جمعه انه صلى الله عليه وسلم اذن لاهل العوالي او اهل اهل البوادي الذين حضروا معه صلاه العيد ألا لا يرجعوا مره اخرى لصلاه الجمعه بمعنى هذا انه حتى لا يكون فيه مشقه على اهل البوادي اللي هم محسوبين على الباديه والذين ربما حتى تسقط في حقهم حتى الجمعه أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن لا يرجعوا لأداء صلاة الجمعة معهم فوزارة الشؤون ديني والأوقاف وهي تعتمد في هذا على فتاوى العلماء وفقههم وما رآه الإمام مالك رحمة الله عليه إنه صلاة الجمعة أولا ابتداء لا يسقطها شيء هي ثابتة نعم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فهي امر من الله سبحانه وتعالى انه في يوم الجمعه وقت النداء يترك الانسان كل شيء لا تجاره ولا بيع ولا غيره ويذهب الى اداء صلاه الجمعه على سبيل الوجوب فهي واجبه على كل حر بالغ ذكر مقيم وليس معذورا بسفر او ليس معذورا بمرض او غيرها من الشواغل التي تشغله. فاذا على هذا انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تسقط صلاه الجمعه بسبب سنة مؤكدة اللي هي صلاة العيد وخطبة العيد هي سنة مؤكدة فإذا يعني إذا احتاجنا في الموازنة بين الحكم الشرعي لكلا العبادتين عبادة صلاة العيد هي سنة مؤكدة أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحسن أن يداوم عليه المسلمون وإن لم يصلها مسلم فلا إثم عليه إن كان معذورا أما إذا كان ترك صلاة الجمعة متعمدا فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى لأنه خالف نصا شرعيا على هذا وزارة شؤون والأوقاف حتى لا يكون هناك لبس بالنسبة للمواطنين أنه لأنه للأسف الشديد الآن خصوصا أنه وسائل التواصل الاجتماعي الآن من هب ودب يفتي صحيح والأقوي فيها أيضاً. نعم ربما استسمحكم في العبارة الذين يعلمون أكثر من الذين يعلمون لأن الذين يعلمون يجيبون عن السؤال في حدود مطلوب ولكن الذين لا يعلمون فيخوضون في خصوص المواضيع التي تكون محل جدل بين الناس فقهينا. محل جدل لأنه في العبارة المعروفة عندنا لأنها تدير البوز تجيب التعليقات الكثيرة والردود والردود المغايرة واللايكات وغيرها من هذه الأشياء التي أصبحت عبارة عن هوس بالنسبة للبعض للأسف الشديد فحتى ينتفي اللبس ولا يكون هناك اي تلبيس على الناس في دينهم صحيح انه بعض الفقهاء قالوا أن صلاه الجمعه تسقط عن من صلى صلاه العيد ولكن الامام مالك رحمه الله عليه وما نحن نفتي به انها منضبطه باهل البوادي الذين يكونوا الباديه بعيدا اذا جاءوا المدينه وصلوا صلاه العيد فقد تسقط عنهم صلاه الجمعه ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال جار المسجد انه يصلي العيد خلاص اكتفي بصلاه العيد ولا اصلي الجمعه نعم. لانه ان لم يصليها فهو اثم حتى التوضيح و... فضيله الشيخ استسمحك فقط نعم. على المقاطعه التوضيح في البيان الذي اصدرته وزاره شؤون الدينيه والاوقاف يعني كان بادله شرعيه اكيد نحن انه في كل هذه الفتاوى وكل هذه التوضيحات والبيانات التي تصدرها وزاره شؤون الدينيه والمتعلقة بالشان الديني والمتعلقه بالشان الفقهي هي ليست اراء واهواء انما هي ماخوذه من من الدليل من كتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام واجتهادات العلماء لانه لا يتصور ونحن نصلي وراء ائمتنا في مساجدنا ونستمع الى اقوالهم ودروسهم في مساجدنا ايضا هم ذاتهم الذين يشكلون اللجنه الوزاريه الفتوى او لجنه الاهله وغيرها من اللجان التي هي يعني تاخذ صبغه دينية لتفتي للناس في أمور دينهم فيستندون في كذلك في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجتهادات العلماء أسكت. وفق المرجعية الدينية الوطنية في بلادنا وهي مذهب الإمام مالك إلا في بعض الأمور والتي ربما سنذكر بعضها تقديرا لمصلحة المجتمع وهنا نفتح قوس ربما ندخل صلاة أو الحديث عن زكاة الفطر التي هي أيضا تأخذ بين الأخذ والرد هل تدفع نقدا صح. أم تدفع, أو تدفع عينا بمعنى من المواد الغذائية صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو مما أثر عنه أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا بمعنى أربعة أمداد من تمر أو شعير أو بر طعمة للمساكين طهرة للصائم وطعمة للمساكين فالناس درجوا على ان يدفعوها من هذه المواد الغذائيه المعروفه من غالب قوت اهل البلد كما يقول الفقهاء وغالب قوتنا في تقريبا المغرب الاسلامي كله هو الدقيق او السميد ولهذا تقدر كل سنه بقيمتها قيمه ربع امداد اللي هي تقريبا 2 كيلوغرام من السميد الكيلوغرام راهو يساوي 60 دينار جزائري وبالتالي نقول انها 120 دينار جزائري هي 2 كيلوغرام المفارقه تاتي انه ياتي اناس ويريدون ان يفرضوا على الناس دفعها سميدا او شعيرا او غيرها من الاشياء التي قد لا ينتفع بها الفقير في زماننا هذا لا. ونسوا انه حتى ما تفتي به وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف كما ذكرت مشكوره هو انه تدفع نقدا مستند على دليل ادله شرعيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه والذي كتب في هذا رسالة وزعها على كل البلاد الإسلامية أن يدفع قيمة صاع من 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 بر اللي هي يعني حددها أنا إذن بنصف درهم وعلى هذا جرت سنة من سبقونا ربما احنا في فترات سابقه لم نكن لم تكن تحدث هذه الضجه خصوصا قبل وسائل التواصل الاجتماعي أن انه الناس يدفعونها مالا للفقراء المساكين ليستفيدوا منها مراعاه ايضا للحكمه من فرضها صحيح. انه يقول طعمه للمساكين وطهره للصائب طهر للصائم خلاص اخرجها وطعمه للمساكين انه ينتفع بها لانه للاسف الشديد وربما انقل هنا تجربه شخصيه يعني عشتها بشكل شخصي منذ سنتين بعد صلاه بعد صلاه العيد وادخل البيت اللي هو قريب من المسجد واحده من الفقراء اللواتي جاءت للمسجد من اجل ان تتلقى زكاه الفطر، الناس ياتون من خارج المسجد ويعطونها السميد. واحد يعطيها كيلو، واحد يعطيها ثلاثه، واحد يعطيها عشره. وانا داخل تقول لي يا شيخ اذا حبيت تدي السميد انا ما عندي ما ندير به. خذ منه ما شئت. معنى هذا انه هذه المواد الغذائيه التي نعطيها او يعطيها بعض الناس للفقراء والمساكين في شهر رمضان او في ختام شهر رمضان كزكاه فطر. لا ينتفعون بها ولم تحقق مقصد الشرع في أغنوهم بها من الطواف هذا اليوم حتى بالنسبة لموعد الزكاة فضيل الشيخ نعم فتعطى يعني من أجل أن ينتفعوا بها وبالتالي إذا كان احنا أعطيناهم قنطار تعسمين ماذا سيفعل بهذا القنطار من السميد وأعطيكم يعني منظر ثاني رأيته كما يقال بأم عيني في زمن في 97 تقريبا ذهبت إلى العمرة في شهر رمضان فكان باعة الأرز لأنه الغالب قوت البلد هو الأرز هناك يضعون أكياسهم على طول الطريق المؤدي للحرم و بعد مباشرة هؤلاء الذين يبيعون الأرز هناك الفقراء الذين يجلسون ينتظرون أن يحصلوا على الزكاة فيأخذ الواحد منا أو من الناس الذين يريدون دفع زكاتهم يأخذون كيلو الأرز يشترونه بعشر ريالات بالنسبة للشخص ويعطونه للفقير والفقير ذاك واش يدير ياخذ الارز ويعود لاولئك الباع ليبيعه بنصف الثمن بخمس ريالات معناها من المستفيد في المعادله صحيح. المعادله يستفيد منها التجار ولا يستفيد منها الفقراء وهنا انبه انه الذين يروجون لهذا لهذه الفتوى بغرض ربح مادي بغرض انه تاجر يريد ان اسمحوا لي في هذه العباره ليكيدي السلعه التي كسدت منذ اشهر او منذ ربما منذ سنوات يتقي الله عز وجل في فقراء المسلمين وليعلم انه الفقير يستفيد من المال اكثر وانه الفقير وان هذا مستنده هو ادله شرعيه ليست اهواء وانها تحقق المقصد الشرعي من اغناء السؤال في في يوم العيد قد يشتري بها البسه لاولاده حتى يفرحوا في يوم العيد كبقية أبناء المسلمين قد يشتري بها دواء إن كان في حاجة إليه قد يدفع بها إيجار ولا غيره من الأشياء التي يستفيد بها الفقير علما أن هذه الفتاوى التي تظهر كما يقال كالفقاعات في خلال هذه الأيام ربما قد تفند الواقع الذي الاجتماعي الذي نعيشه نحن لدينا الإحصاءات التي نجمعها من خلال المساجد قيمة زكاة الفطر التي تدخل للمساجد خلال هذه الفتره هذا ربما نعم ستكون لنا هذه الاحصاءات في نهايه الشهر او بعد نهايه الشهر باسبوع ان شاء الله حينما نجمع كل هذه المعطيات ولربما حتى ياخذ المواطن الكريم فكره فقط انه في السنه الماضيه زكاه الفطر قدر ما جمعته المساجد تقريبا ب 5 ملاير و 800 مليون سنتيم هذه كلها استفادت منها مئات الاف الاسر تصوروا معي هذا المبلغ كله هو دلالة على وربما الذي يدفعه المواطن من ذاته إلى الفقراء مثل هذا المبلغ أو, أو زيادة بمعنى أن الناس يتفاعلون والناس يدفعون أموالهم وزكاتهم مالا للفقراء المساكين حتى يستفيدوا بها ولا تكون مواد غذائية قد لا يستفيد منها و ترمى ولا يستفيد منها احد. وهذه من بين المعاني العظيمه لعيد الفطر المبارك والتي سنتحدث عليها بعد قليل. اذا فضيله الشيخ هناك ايضا بلاغ ايضا ورد من وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف بخصوص الدعاء بالاستسقاء يوم الجمعه. نعم الجفاف وحاله شح السماء ونسال الله تعالى ان يغيثنا غيثا مغيثا عاما نافعا غير ضار جعل من الواجب إن وزارة الشؤون الدينية وهي تقوم على الشأن الديني أن تدعو إلى الاستسقاء لا. والاستسقاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة يكون والسلام. بإحدى طريقتين إما أن يجمع الناس لأداء صلاة له ركعتين يستمعون خطبتين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن ينزل الغيث وأما أو الطريقة الثانية اللي هي الدعاء أو الاستسقاء بالدعاء. هناك طريقه ثالثه ربما وهي داخله ضمن هذه هذا البيان اللي هي دعاء الامام في خطبه الجمعه والناس يؤمنون هذا ايضا من الطرق من طرق الاستسقاء فوزاره الشؤون الدينيه والاوقاف حتى لا يكون فيها يعني تقديرا انه في شهر رمضان ودخل علينا صلاه العيد وغيره فدعت الى انه الاستسقاء في هذه المره يكون بالدعاء اغتنام الليالي الفاضله المتبقية من شهر رمضان دعاء أو البيان كان البارحة والبارحة كانت الليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان وهي من الليالي الفاضلة أيضا ونسأل الله تعالى أن تكون ليلة القدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان والليل 29 يغفل عنها كثير من الناس ويوصل 27 يصلي التراويح يختموا القرآن ويقول لك خلاص الحمد لله كم من رمضان وكم من التراويح ويغفلون عن هذه الليلة التي قد تكون فوزاره الشؤون دعت الى اغتنام هذه الليله و من اجل الدعاء، دعت ايضا الى الاستسقاء بالدعاء في خطبه العيد لانه او في خطبه قبل ذلك في خطبه الجمعه يدعو الامام ويؤمن الناس من بعده وهذا شكل من اشكال الاستسقاء في خطبه العيد او ايضا يدعو الامام والناس يؤمنون وهي ايام فاضله يعني هي حري بان الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركات ان ان يجيب دعوه المضطر ونحن كلنا مضطرون حتى اللي راه في الحضر موش في الباديه اللي ما يشوف هذه حاله الجفاف ويعيش وسط العمارات يعلم علم يقين انه دعاؤه قد يكون سببا في نزول الغيث على تلك البوادي ليعود خيرها عليه هو صحيح لانه للاسف الشديد احنا في المدن الناس تجدهم يزهدون في صلاه الاستسقاء اذا اقيمت ولا حتى في دعاء الاستسقاء يقول كنا ما مانيش في الباديه علاش نصلي؟ لا انت تنتفع من هذا الخير، تنتفع به ماء أن تشربه، تنتفع به غله خضرا وفواكه صحيح. حينما ينبتها الله سبحانه وتعالى فانها تساق اليك وتكون يعني حتى في ثمنها تكون يعني ينقص ثمنها ونسال الله تعالى ان يبارك في اموال الجميع ونسال الله عز وجل أن يستجيب دعاء المضطرين ويغيثنا بهذا الغيث النافع شاك. نعم إذا فضيلة الشيخ نؤكد أنه سيكون دعاء بالاستسقاء وليس صلاة الاستسقاء نعم وهذا واضح في البيان أنه أن يكون استسقاء بالدعاء وليس بالصلاة معناها لن تفتح المساجد لا في, في أي وقت من أجل هذه الصلاة إنما ستكون خلال صلاة التراويح صلاة الجمعة صلاة العيد ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا هذا الغيث المغيث إن شاء الله. اللهم أمين فضيلة الشيخ يأتي عيد الفطر المبارك بمعان عظيمة ما هي فضائل هذه المناسبة الدينية؟ نعم أهم فضيلة من الفضائل أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة السلام في يوم العيد تنتشر في الطرقات تسلم على الناس أنغدو إلى رب كريم يمن بالنعمة ثم يثيب عليها أما من علينا بنعمة للصحه والعافيه فاستطعنا ان نصوم شهرا كاملا ويثيب على هذا الصيام باجر لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى وهو الذي قال في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. نعمه انه اعطانا من المال فننفق على انفسنا فيأجرنا وننفق على الفقراء والمساكين فيكون لنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من عليه الصلاة والسلام. فطر صائما كان له مثل اجره لا ينقص ذلك من اجر الصائم شيء. معنى هذا هذا نعمة أعطاها الله تعالى ثم أثابنا عليها وهذا اليوم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام, علي والسلام يقول هو اسمه يوم الجائزة لأن الملائكة تقول أغدو إلى رب كريم يمن بالنعمة ثم يثيب عليها ويسمى ذلك اليوم عند الله عز وجل يوم الجائزة الجائزة ما هي؟ الجائزة هي العتق من النيران بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله في هذا الشهر في كل ليلة عتقاء يعني يعتقهم من النار والعياذ بالله ويكونون من اهل الجنان باذنه سبحانه وتعالى. فاذا كان هذه رحمه الله عز وجل تتنزل على الخلق، فحري بالخلق ان يتراحموا فيما بينهم. ان يكون هذا اليوم هو يوم تسامح بين الناس، ربما جارك او قريبك الذي لم تلتقيا بسبب خلاف من خلافات الدنيا، فهذا اليوم اللي هو يوم عيد هو فرصه دائما نقولها للناس، هو فرصه للتصالح، وقبل ان تتصافحا بايديكما لابد أن تتصافى قلوبكم قلوبكما وقلبيكما حتى لأن الله عز وجل وهذا ربما وارد في الكثير من المواضع في ليلة النصف من شعبان خصوصا الاثنين والخميس حينما تعرض الأعمال على العباد على الله عز وجل فإنه يغفر للناس جميعا إن لمشرك ومشاحن المشرك لا يغفر له المشاحن اللي بينه وبين خوه شحناء فلابد أن نتسامح ونتصافى حتى يغفر الله لنا ثم من ربما مميزات العيد هو التزاور وصلة الأرحام لا. صلة الأرحام التي أصبحت عبارة على أسماس ولا رسالة في الواتساب ولا في المسنجر في, في زماننا هذا نحن نقول للناس اغتنموها فرصة حتى تتزاوروا فيما بينكم ربما وقد عشنا كلنا ظروف كورونا فترة كورونا نعم كيف كانت صعبة بالنسبة للجميع أنه حورمنا من أن نتنقل وشوف الإنسان سبحان الله يقال ان كل ممنوع مرغوب فيه. صحيح. في ذلك الوقت كل الناس كانت حابه تروح تتزاور، ولكن بيان اللجنه الوزاريه للفتوى قالت للناس امكثوا في بيوتكم لأن التنقل في هذا الزمن قد يسبب انتقال العدوى وبالتالي استشراء الداء والعياذ بالله وقد يؤدي الى مضاعفات ولهذا نقول انه الفتوى دائما تتغير بحسب الزمان صحيح. والمكان والحال فهنا في ذلك الزمان حماية قال النفس اولويه. نعم كانت الفتوى ان الزموا بيوتكم، الان الفتوى هي الاصل. وهو الاصل في الدين أن الناس تتزاور وتتراحم وتصل ارحامها وهذا يعني لعمري من من سعه هذا الدين ومن رحمته. طيب فضيلة الشيخ عيد الفطر مرتبط بعبادة الصوم ولهذا فمقاصده عديدة وكثيرة. نعم، أهم مقصد من مقاصد الصوم كما ذكرت هو قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بمعنى انه اذا لم نخرج من شهر رمضان بتحصيل التقوى التي هي بمثابه استطيع القول حتى نبسط المفهوم انها ضميرة الانسان، يستيقظ ضمير الانسان، فكلما تحركت نفسه لارتكاب معصيه الا وخزه ضميره، قالوا لا انت خرجت من شهر رمضان بزاد التقوى فعليك ان تحافظ على تلك الكنوز من الحسنات التي اكتسبتها خلال شهر رمضان. اذا قصرت به همته وعن اداء عباده من العبادات ف تقواه تذكره انه بما انك كنت في شهر رمضان مواظب على الطاعات، على قراءه القران، على صلاه التراويح، على الصلاه في المسجد، على البذل والعطاء، على السخاء، على اكرام الضيف، على فعليك ان تواصي على هذا النهج. ولا تكن كما قال الله سبحانه وتعالى في حق تلك المراه المخبوله التي كانت في مكه كما يروى عنها ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكافا. قال أن هذه المراه تاتي بالصوف تغزله تحوله الى خيوط تنسجه بعد ما تكمل النسيج يصبح يعني في ابهى حله تفكه وتحله وتنفش ذلك الصوف لم تفعل شيء كانها لم تفعل شيء فالله عز وجل حتى يعطينا هذه الصوره كاننا نراها عين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكتت، ما تكونوش كما هذه، حافظوا على عباداتكم، على طاعاتكم، على صلتكم بربكم، على صلتكم بارحامكم، على نشاطكم تجاه عبادة ربكم، قد يفتر الانسان ينقص الدرجه فعلا لانه كي نخرج من رمضان قد يخرج الناس متعبون وقد يخرج الناس منهكون ماديا وربما حتى من قله النوم وغيرها من العادات التي تنقلب على الانسان ولكن على الانسان ان يحافظ على المكتسبات الايجابيه التي اكتسبها ربما تحدثنا في البدايات انه رمضان فرصه للتخلي عن كثير صحيح. من العادات السيئه عن كثره النوم وعن التدخين وعن شرب المنبهات و و و فالانسان يحافظ على هذه المكتسبات الايجابيه ويشعر انه دخل رمضان تربس تاع 30 يوم او 29 يوم فخرج منه شخص اخر بنفسيه اخرى بطاقه اخرى بتوجه إلى الله عز وجل هي فرصة آخر. للتغيير فضل نعم. الشيخ. فيتغير الإنسان ما يكونش نفس هذا الإنسان الذي كان في رمضان هو نفسه بعد شهر رمضان يواصل على هذا النهج لعله يلقى الله سبحانه وتعالى ولا يدري الإنسان هل رمضان الذي مضى هو الأخير في حياته أم يكون رمضانات أخرى في حياتهم ما يقولش الإنسان أنا شاب أنا في عنفوان أنا في قوة في كذا فكم من أناس رأيناهم في قوة الشباب ولكن آجالهم قد انتهت فيكون بين يدي ربه سبحانه وتعالى ونسال الله تعالى لنا حسن الخاتمه. اللهم امين، شكرا جزيلا لك فضيله الشيخ الدكتور محمد زغداني. شكرا وعيد مبارك, مبارك الله فيك وعيد مبارك لكم وللمشاهدين جميعا ونسال الله تعالى ان يعيد علينا هذا الشهر الكريم بالخير والامن واليمن والبركه ونسال الله عز وجل لبلدنا الامن والامانه والاستقرار والسلامه والاسلام ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من عتقائه انه هو المجيب القريب اللهم امين شكرا جزيلا لكم فضيله الشيخ اذن مشاهدينا نمر الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال برنامج هذا الصباح بكم من جديد المحطة المواليه سنخصصها للحديث عن مخاطر الاستهلاك المفرط للاكل ولحلويات العيد بعد فتره الصيام وعن تأثير ذلك على مرضى داء السكري خصوصا والأمراض المزمنة بشكل عام لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا المرشد الصحي ورئيس جمعية مرضى السكري السيد فيصل أحد أهلا وسهلا بك أهلا صباح الخير صباح الخير كل مشاهدين تلفزيون جزائري شكرا على تلبية الدعوة أيضا سيد أحدى جسم الإنسان خلال فترة الصيام أو شهر من الصيام يكون متعود على روتين معين ما الذي يحدث بعد أو خلال عيد الفطر المبارك وتناول كميات كبيرة من الحلويات والأكل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف في المرسلين فيما يخص نتكلم على الروتين اللي كان قبل رمضان ممكن كان اكل عشوائي حنا كنا نقولوا رمضان هو يعني محطه صحيه فرصة. يعني كنا نتكلموا بالنسبه للامراض المزمنه بصفه عامه وخاصه على السكري مرض السكري ممكن عندهم يعني ظرف قياسي يعني في اخذ السكريات ولا في اخذ الدهون لانه مخاطر السكريات والافراط فيهم ممكن يؤدي الى ممكن مضاعفات السكري نتكلموا عليها يوميا ناهيك نتكلموا على رمضان ممكن في رمضان بالنسبه للمرضى المصابين بالسكري السكري بصفه عامه اللي كانوا اللي كان عندهم يعني سكر غير متوازن يعني عن طريق رمضان توازن السكر تاعهم عندنا مرضى يعني منخرطين معنا توازن سكرتها من خلال تقليل من الاكل زد على ذلك تقليل من السكريات والدهونيات يعني ممكن كان عندهم مشي عن طريق هرولة اللي خلى انه يعني بالمشي حرق هذوك الدهون ولا هذوك السكريات اللي ياخذوهم ليلا خلى انه مصاب بداء السكري توازن في شهر رمضان هذا فيما يخص النوع الاول من داء السكري النوعين النوع الاول والنوع الثاني معروف ان النوع الاول لا يصوم يعني الذين يعالجون يعني بالانسولين لا يصومون الذين يعالجون بالاقراص منصوح لهم الصيام لانه شكون يتوازن السكري تاعهم اثناء رمضان يعني رمضان ممكن قبل رمضان كان اكل بعشوائيه ممكن اخذ السكريات اخذ الدهون ممكن ما كانش عنده يعني فطور ولا غداء برك ممكن كان عنده كما نقولوا احنا لا كونسوماسيون بزاف تاع الاكل الغير الصحي كي بيتزا وكل هذا ومعروف انه الاكل تاع برا يطلع نسبه السكر يطلع نسبه, يطلع نسبة الدهون نتكلموا على التشحم الكبدي المخاطر والمضاعفات ايضا بارك الله فيك لهذا يعني في رمضان هي محطه صحيه لانه بنادم يولي ياكل في الدار صحيح حاجه الاولى حاجه ثانيه يولي يأكل اكل, أكل صحي يقدر يقعد يكسر الصيام بتاعه بالماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالرطب ولا التمر ولا حتى حسوات من الماء حنا كنا المصابين بالسكري السكري كانت لاغليسيمي تاعهم اقل من غرام و20 يقدر ياكل تمره الى زوج تمرات حتى ثلاث تمرات اذا كانت سيمتاعه سوبيريور دان يحتسي حسوات من الماء ومن بعد ياكل حبيبه بوراك تاعه والشربه يعني اللي كنا نتكلموا عليها يومين ممكن ياكل الشربه ممكن شربها فريك ممكن حريره في كل مناطق الجزائر منصوح بها ولكن يقلل من يعني الحبيبات تاع الفريك هذيك لان ترفع نسبه السكر في الدم نتكلموا على الله صال اللي كنا نقولوا السلطه الخضراء يعني الخس الخيار الزروديه غير مطبوخه بطراف غير مطبوخ يعني ما يكونش يكون خضر احسن يؤكل صحي وبزيت الزيتون ولا عدم الاستعمال والافراط في اخذ الاملاح اللي كنا نتكلموا على حوالي خمس غرامات من اخذ من الملح يوميا ممكن الجزائري كان يتناول اكثر من ذلك محطه رمضان محطه صحيه يعني الناس قللت من الاملاح من السكريات خلى انه المصاب بداء السكري توازنوا من خلال ارتفاع نسبه السكر في الدم، هذا ما يخلي انه نعم. نستبشر به خيرا خلال يوم العيد، يوم نعم. العيد لا مانع لنا في اخذ الحلويات. نعم ولهذا سيد أحدى لابد من المحافظه على هذا التوازن الذي برضه. حدث خلال شهر الصيام. نعم هذا هو الروتين يقولوا احنا بتكسير الروتين ممكن يسبب هلاك لجسم نعم الانسان، والإفراط كنو... ايضا في الاكل بشكل عام يعني يخلينا تكون عندنا اعراض، سواء نعم بالنسبه للشخص السليم او حتى بالنسبه للشخص المريض بداء السكري والذي تكون يعني اعراضه معقده اكثر. نعم حتى يعني اللي غير مصاب ما عندوش أمراض المزمنه، نعم يعني محطه رمضان محطه روحيه كما قال الشيخ الامام ولكن محطه صحيه بالنسبه احنا لاهل الصحه انا نقول نحن محطه صحيه بالنسبه لكل الامراض ولا حتى يعني المواطن العام اللي كان يعني غذاء الغذاء الصحي تاعو كان ياخذ فطور صحي ولا يكثر من الاكلات كنا نتكلموا سالفا انا استهلاك سكي غازو جو هذه ترفع نسبه السكر الدم ولا تعطيك طاقه غرسنا فيهم انه باخذك للفواكه الطازجه احسن بكثير لانها تحتوي على الالياف، تكلمنا على الالياف اللي موجوده في الخضروات، تكلمنا عده على كل هذا يخلي إنه المصاب ماهوش المواطن بصفه عامه، المواطن بصفه عامه والمصاب بداء السكر بصفه خاصه، توازن السكر تاعه، زد على ذلك لما تكلمنا على نتكلموا على رمضان نتكلموا على يوم العيد، يوم العيد اللي كنت انت حوالي 15 الى 16 ساعه انت صائما. وعندك الفطور تاعك على السبعة ونص من بعد عندك اكلات صحيه اللي نقولوا عليها ممكن لا مانع لنا اذا اخذ السكريات بالنسبه للمواطن العام اما اذا كان مصاب بداء سكري فمش ممنوع له ولكن الاعتدال في اكلك لهذا كنا نتكلم يوم العيد يعني ممكن الناس المصاب بداء سكري ممكن يعاود يولي اللي راهم كانوا يعني, يرى يعني <applause> كل ما بني في رمضان نخسره يوم <applause> العيد لهذا نصيحنا انه ايام العيد يوم هو عيد فطر وعيد يعني فرح وسرور بنادم يبان عليه هذاك الفرح من خلال اكل نمط غذائي صحي باتباع نصائح هنا وارشادات كي نقولوا الطبيه لانه ممكن المصاب بداء السكري يقول لك انا وش الصباح ناكل؟ انا نقول لهم عليك باكل آه الصحي، اول حاجه ابتداء بالماء من احسن قبل ما الذهاب يعني قبل الذهاب الى صلاه اي صلاه العيد، يعني واحد يحتسي حسوات من الماء هي السنه يعني ما تروحش آه صائم رانا يعني فاطرين. تروح تحتسي احساوات من الماء، إذا كان مصاب بداء سكري قاس القياس تاعه بالنسبة لسكور الدم ولقاها بأقل من غرام و20، يقدر ياكل حبيبات التمر ويطلع بها للمسجد. ثاني يعني ممكن في الرجوع تاعه، حنا هذاك الروتين اللي كنا يعني 16 ساعة صايمين، من بعد تلحق الدار، تروح تاكل الحلويات حنا لا مانع لنا ولكن باعتدال انا نقول لا نمنع حتى بالنسبه لمرضى السكري حتى لمرضى السكري لا نمنع هل في حلويات معينه ام جميع نعم حلويات حلويات احسن هو انه كي حلوه النقاش هذيك اللي فيها التمر الحلويات اللي فيها ممزوج فيها الفاكهه الحلويات فيها الممزوج فيها المكسرات هذيك منصوح بها اما الاكثار من اخذ السكريات كما نقولوا حنايا الحلوه اللي فيها السكر السكر الابيض ولا المعسل هذاك غير منصوح بها لان ترفع نسبه السكر في الدم اذا كان المصاب بداء السكري القياس تاعو يعني وعنده متابعه ورقابه وعنده نظام غذائي صحي ويقوم بالمشي لانه المشي يوم العيد كان الناس اللي تقلل تسعه من غير السياره اللي بزياره الاقارب احسن حاجه ولكن نقوموا شويه يعني بمشي عن طريق هروله بالنسبه يعني حتى زياره الاقارب اللي يكون قريب لك من احسن ذهب وذهب لهم مشيا اذا كان بعيد لا مانع لنا باستعمال السياره فيما يخص الاستهلاك العشوائي تاع الغداء ممكن على الطناش يحبوا الناس الجزائريين يعني كل منطقه والحمد لله رب العالمين الجزائر قاره كل منطقه وعندها يعني خاصيه الناس العاصمه اغلبيتهم يديروا الكسكس يعني ممكن الناس الشرق يديروا تشخشوخه كاين اللي يدير الرشطه لا مانع لنا ولكن اي اكل يؤكل يوم العيد يجب الإكتار من الخضروات ويكون باعتدال ايضا أيوة نعم الخضروات يعني ممزوج بالخضروات يعني الخضروات يعني كما نقولوا حنايا بالنسبه لمرضى السكري ما نديروش الزروديه الجزر لانه لما يطبخ يصبح عسل من الجلبانه لانها تطبخ تصبح عسل ولا بيطراف كل هذا الا اذا كان اخذ يعني ممكن القرع ولا الخرشوف ولا الماشطو ولا هذا فلا مانع لنا منصوح به حتى غذائيا بالنسبه للتقليل من السكريات انا اللي كان اذا كان اخذ يعني ممكن على العشرة أخذ حلوه وراح ضعف خاصه اللي يروحوا زياره الاقارب في كل زياره ممكن العائلات والعادات الجزائريه يحطوا الحلويات وكل نوع انا ننصح انه من الاحسن ينحط ينحط نوع واحد لانه ممكن راح عند خاله خاله يحلف له يقول له كل حبه حلوه يروح عند عمته يقول له كل حبه حلوه يروح عند الخال الاخ ولا الاخت ولا الام ولا زيد ياكل حبه حلوه ولا كلها اربعه ولا خمسه يمنع من الغذاء صحيح السيد أحد في هذه الحالة مريض السكري إذا أفرط في تناول الأكل والحلويات ما هي المضاعفات التي قد تحدث له؟ نعم كان مضاعفات يعني حاليا اللي يجي في يوم في أول يوم ممكن ارتفاع نسبة السكر في الدم السوبريور دو 3 غرام يكون كل مسلفًا بالنسبة لمرضى السكري حتى المنصوح لهم صيام اللي كان السكري تاعه يعني السوبريور دو 3 غرام يحبس الصيام تاعه دوك اذا كان المصاب بداء السكري راح يصوم ست من من شوال، يعني اذا كان افرط في اخذ السكريات في يوم العيد سيمنع من الصيام في ايام الست من شوال، لهذا نصائح هنا نقول انه الاعتناء بلاجليسمي بال... تاعك ولا لا لا لاجليسمي كوديديان تاعك هي تخليك انك تقدر تصوم والطبيب المعد يسمح لك بالصيام. يعني صيام سته ايام من شهر شوال هو مسموح بالنسبه لمريض السكري. نعم مسموح منصوح به. شوف الصيام والله يعني كما الصيام في حدته بالنسبه للمرضى المصابين بداء السكري من نوع ثاني، منصح لهم لانه ممكن اللي كان يفرط في اخذ الاكلات غير صحيه حتى يعني اكثار من الاكل <applause> اذا كان كثرت من كثرت من الاكل سيرفع نسبه السكر في الدم لا محاله زيد على ذلك الاصابه بارتفاع نسبه سكر الدم عنده عواقب انها ستصاب بامراض المزمنه الاخرى سيصاحبه <applause> مرض الضغط الدموي سيصاحبه يعني ممكن عجز في الكلى فقدان البصر بطر احد الاقدام السفلى يكون عنده يعني جسمه مهيئ لاستقبال الامراض بما فيها لا غريب نتكلموا على القروحات، نتكلموا على المشاكل الصحيه، المشاكل الهضميه، لهذا نصح النصيحه اللي نقولوا لها يوم العيد ممكن نتكلموا على الجهاز الهضمي، إذا كان أنت شهر كامل وأنت يعني تصوم 15 ساعة في يوم أول من العيد تروح تنوض صباح تاكل الحلوة من بعد تزيد الضيف اللي تكون عنده، الضيف عنده. تاكل حبه حلوه باسكو حشمت من خالتك زيد رحت عند خالك وعلى عمتك وحده اخرى حشمت منها زدت كيت حبه حلوه واحد أخرى تشرب عنده الكاس تاع الغازوز ولا العصير كل هذا يرفع نسبه السكر نعم. يعني ربما الالحاح يجب الاعتدال في تناول الحلويات بارك الله فيك يعني الاعتدال في الاكل الحلويات ومليح يعني بنادم اللي يروح يضيف بالنسبه للامهات تاعنا وكبار السن يعني كي طلع عندهم ضيف يقول لنا الزمان انا يعني الزيري يقول لك لو كانت تدخل الدار وما تاكلش حاجه مم. انا نقول لهم شربوا الماء ولا يعني بنادم اللي هو قادر شويه يقدر يحط شويه يعني مكسرات ولا شويه فاكهه ولا يقدر ما لا يحرج هذاك الشخص الذي ممكن مصاب بداء السكري ما يقدرش يرجعها وما يقدرش يقول لا لا نخيره يعني يعني الحلوه اللي تكون ناقصه السكر بالنسبه للمواطن العام انا نتكلم يعني يجب تقليل السكر كل الناس لانه يعني ممكن مخاطر اللي راه نشوفوا فيها ممكن احنا في جهاز الصحه صحيح. ولا في مجال الصحي رانا نشوفوا حاجات ممكن المواطن الكريم والعزيز ما هوش يشوفها رانا نشوفوا لا بريفالونس دو دي ديابيت راهي تطلع لا بريفالونس دو دي سيبر طوندو ولي مالادي دو كونسير هادو ما كاع هذيك في تزايد في الجزائر نتكلموا على امر مهم يا استاذه دي رمضان ممكن يعني كاع ولينا من صيام يعني وقيام كل هذا ممكن بعد رمضان سنعود الى كما نقولوا الى لازم. الاكل غير الصحي الذي يسبب لنا السمنه والسمنه في الجزائر في ارتفاع كبير ورهيب ممكن اهل الصحه راهم على ذرايه حتى وزاره الصحه اللي اعطت تعليمات بالنسبه حتى مجال يعني عمال الصحه ولا حتى احنا الحركه الجمعويه الصحيه كما احنا الجمعيه الصحيه الطبيه يعني اعطتنا تعليمات انه ننشر الوعي لدى المواطن لان ارتفاع نسبه السمنه سيرفع نسبه الامراض المزمنه وخاصه السكري بارك السكري ضغط الدموي حتى استاذه ممكن يعني مدبينا نتكلموا على مرض اللي رانا شويه ما يومين نتكلموا عليه يوميا والتشحم الكبدي حتى الناس يعني اغلبيه الشباب الجزائري عندهم البطن مملوءه بالشحوم والدهون ما يسبب انه يكون عنده التشحم الكبدي وله عوا وخيمه لهذا نرجع التقليل من السكريات التقليل من اخذ الخبز التقليل من اخذ الاكلات الغير صحيه سكي تشيزي طاكوس حتى يعني طاكوس ولا بليطا يعني اكس ال وال والآم. وآل وآل يعني لا نمنع من شباب الجزائري باكل هذه ولكن استعمال الرياضه يوميا احسن حاجه سيد فيصل احد انتم كرئيس جمعيه مرضى السكري ما هي الاحصائيات التي تقدمونها لنا بخصوص عدد مرضى السكري في الجزائر سواء البالغين او حتى الاطفال الذين الان اصبحوا يعانون م. من داء السكري نعم هو هو وزاره الصحه اعطت يعني ارقام قالت حوالي 15% من مجموع السكان مصابون بمرض السكري ولكن من 18 فوق 18 سنه، يعني مم. فوق 18 سنه، نتكلم على امراض السكري من النوع الاول لاقل من 18 سنه، لانه النوع الاول والنوع الثاني يعني لدى الاطفال بالنسبه للمرضى النوع الاول الذين يستهلكون الانسولين الصناعيه والحمد لله رب العالمين ان الجزائر يعني كل حاجه ناكد عليها، لان الجزائر بعد الاستيوارات اللي كنا نستوردوا كل الانسولين الجزائر عندنا انسولين جزائريه نعم عندنا من مجمع صيدلي يعني اللي يقوم بالانسولين للمستشفيات وعندنا مخابر اثنين مخابر ممكن من الخواص من جبت اسمه ولكن يصنعون الانسولين الحمد لله رب العالمين اللي راح نقلصوا يعني اللي كنا نجيبوا الادويه نعم. من, من الخارج حوالي 400 مليون اورو راح تولي ان شاء الله 200 مليون اورو ولما لا نطلع الى الكثير والاحسن أنه هو ممكن حتى تكون الجزائر تنتج الأنسولين نعم. مئة بالمئة ونسدروها لدول يعني ممكن إفريقيا حتى, حتى, حتى الدول الغربية والدول اللي... العربية. حتى بالنسبة لتكفل الدولة الجزائرية بفئة المصابين بمرضى السكري يعني هو تكفل جيد باعتبار يعني نعم الأجهزة التي تقدمها نعم بارك الله فيك من و... لم يشكر نفسه لم يشكر الله نعم. الحمد لله رب العالمين الجزائر تعوض كل الأدوية بما فيها مرض السكري أنا يعني نتكلم على مرض سكري ممكن لا أتكلم الأمراض الأخرى بالنسبة لمرض السكري كل الأدوية موجودة وحوالي حوالي 80% حتى بالنسبة بالنسبة لجهاز قياس نسبة السكر في الجزائر فينا. الجهاز قياس نسبة بس مجاني حتى في الجمعيه نعطوه مجاني وعنده ضمان مدى الحياه يعني اذا كان حتى اذا طاح وتكسر وكاين النساء الكبار كبار ولا امهات يركب في البيس ينسح ولا يتبعر له ولا يتكسر له. يتقدم للجمعيه يديح مجاني وعنده ضمان مدى الحياه وقت ما يحبس يجي عندنا نعطوه له واحد الحمد هذه في دول اخرى ما عندهمش زيد على ذلك الانسولين موجوده في الجزائر اخر الطراز الموجودة في العالم أي موجودة في الجزائر ولنا تعويض من الضمان الاجتماعي مئة بالمئة الحمد لله رب العالمين يعني هذا الناس خدمته تعبت باش نلنا هذا الحاجة اللي رانا فيها قلنا الانسولين راهي تصنع في الجزائر حاجه نفتخر بها كجزائريين نفتخر بهذا يعني يعطي للجزائر جديده يعني كما نقولوا طريق سليم ووجيه لمستقبل يعني للجزائر نتكلموا على المصاب السكري نتكلموا على الامراض المزمنه نتكلموا على الاطفال يعني ممكن نخص بديك الاطفال لانه ربع التلاميذ المتمدرسين مصابون بالسمنه يعني نصيحتي للاباء والامهات نعم في هذا السياق يعني حملات توعويه وتحسيسيه تقومون بها ايضا نعم. بخصوص الحد من الاكل المفرط وكل بارك بارك ما بارك. له علاقه بالسمنه وايضا داء السكري نعم ان الحملات تاعنا نقوم بها يعني في رمضان كنا درنا المساجد الحمد لله رب العالمين درنا حوالي ثلاث سمانات اسمانات الاولى درت ثلاث اسابيع درنا المساجد وتكلمنا على رمضان والامراض المزمنه رابع اسبوع والاخر اللي تكلمنا على عيد الفطر والامراض المزمنه يعني خرجنا من رمضان دخلنا في عقليه المصاب بداء السكري والمصاب بالضغط الدموي ولا المريض المزمن انه الاعتدال في حتى يوم العيد وهنا يعني تكمن اهميه الجمعية. بارك في الله زد على لذلك لما تكلمنا على الاطفال احنا ندخل الى الحمد لله رب العالمين وزاره التجاره وزاره الصناعه وزارة الصحة كانت تعطت يعني تعليمات صارمة بالنسبة للموزعين والمنتجين يعني العصائر والمشروبات الغازية بتقليص نسبة السكر صحيح. في الدم هذا يدخل في وجهه أنه نطلع إلى جيل مستقبل يعني جيل بدون مرض ان شاء الله رب العالمين نتكلمنا على وزاره التربيه اللي سمحت ان ندخلوا لل المدارس للمدارس والابتدائيات للصيام لليسي حتى وزاره التعليم العالي سمحت لنا ندخلوا الجامعات نتكلموا مع المواطنين بصفه عامه نتكلموا مع الاطفال بصفه عامه نتكلموا مع المتمدرسين بصفه عامه انه نغرس في هذيك الثقه ونغرس في هذيك الثقافه الصحيه الثقافه الصحيه تخلو من السكريات وتخلو من الدهون الثقافه الصحيه فيها خضروات طازجه فيها فواكه موسميه ماشي في عام البنان تاكل تفاح في عام البنان تاكل بنان في عام التفاح تاكل تفاح ولا للاكثار ممكن مشاهد كريم يقول لك هذا يحكي على البنان والرقم تاعو احنا ما قلناش تاكل حبه بنان حتى المصابده سكر. نقول نعم. تكون نصعب بابانا نتمنى ان تكون الرساله قد وصلت لكل المشاهدين الكرام إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم السيد فيصل احده انتم مرشد صحي ورئيس جمعيه مرضى السكري بارك الله فيك وصحه عيدكم وربي يتقبل منا الصيام والقيام وصحه عيدكم كل الجزائر مشاهدينا الان نذهب مباشره الى غرفه الاخبار لمتابعه موجز لاهم الانباء ثم نعود لاستكمال برنامج هذا الصباح اهلا بكم مشاهدينا مجددا متواصلون معكم دائما عبر برنامج هذا الصباح على الاخباريه للتلفزيون الجزائريه الى المخطط الامني والاجراءات المتخذه من طرف قياده الدرك الوطني بمناسبه عيد الفطر المبارك لمناقشه هذا الموضوع وتفاصيل هذا البرنامج يحضر معنا ممثل مديريه الامن العمومي والاستعمال بقياده الدرك الوطني سياده المقدم عيسى عليين. اهلا وسهلا اهلا صباح الخير لك ولكل المشاهدين شكرا اذا ككل سنه وفي كل مناسبه سواء وطنيه او دينيه قياده الدرك الوطني تسطر برنامجا خاصا ومخططا استثنائيا ما هو البرنامج هذه المره بمناسبه عيد الفطر المبارك آه نعم آه هو تكملة للإجراءات التي اتخذتها أو سبق أن اتخذتها قيد الدرك الوطني بمناسبة شهر رمضان وهذا لتأمين جميع التظاهرات وجميع المحطات التي تتخلل هذا هذا الشهر الكريم تأتي نهاية الشهر المتوجة بيومي عيد الفطر المبارك في هذا الصدد قياده الدرك الوطني قامت بتكييف او تسطير برنامج بناء وتكمله البرنامج الاول الذي يرتكز اساسا على العمل الوقائي الجواري واخيرا القمع تطلب الامر ذلك وهذا من خلال اقحام مختلف التشكيلات ووحدات الدرك الوطني وكذا الوحدات المتخصصه وتسخير الوسائل الماديه والبشريه اللازمه لتامين يومي عيد الفطر المبارك وحتى قبل يومي العيد يعني الأيام وبعد الاخيره من هذا الشهر الفضل. الايام الاخيره من أيام الشهر وهذا بالاحتلال الامثل والمدروس للميدان من خلال نشر تشكيلات ثابته ومتنقله عبر قطاع الاختصاص في محاور وشبكه الطرقات بالاماكن التي ستشهد احتفالات العيد وكذا بأماكن العبادة والمساجد إلى غير ذلك. لأنه كما هو معروف يوم العيد هو يوم لتلاقي بين أفراد الأسر والأهل والأقارب. أين يعني سنشهد أو ينتظر أن تعرف هذه الأيام حركية كبيرة للأشخاص والممتلكات. مه. لذلك المخطط في هذا الجانب يرتكز على في الأساس هو. تأمين وحماية الأشخاص والممتلكات ليشمل أيضا تسهيل حركة المرور وتقديم النصح الإسعاف والتوجيه لمستعملي الطريق وكذا مكافحة وقمع الإجرام بكل أشكاله جيد، سيكون هناك أيضا تأمين لكل نقاط ويعني أماكن القطارات ويعني محطات نقل المسافرين حيث سيكون هناك تدفق كبير خاصة اليوم يعني سيادة المقدم. نعم هو ينتظر يوم أو يومين قبل عيد الفطر حتى اليوم الذي يليه وأن تشهد عودة المواطنين المسافرين. الذين كانوا في محل زيارات أو سفر. جميع كما سبق اذكر جميع الاماكن التي تشهد توافد وتنقل وحركيه للمواطنين ستكون محل تامين من طرف وحده الدرك الوطني في القطاع مم. الاختصاص سواء كانت محل محطات الحافلات نقل المسافرين حافلات سك الحديديه سيارات الاجره كل هذا يكون محل تامين من طرف واحد الدرك الوطني معززا بوضع تشكيلات عبر محاور الطرق حتى هذا هذا التنقلات راح تكون ليلا او نهار تكون يعني في امان وسكينه لكل المواطنين. نعم من مهامكم ايضا سياده المقدم ضمان الانسيابيه المروريه على مستوى كل ولايه. نعم هو المخطط العام يتجسد عبر على المستوى المحلي على يعني مستوى كل ولايه وبالتنسيق مع ايضا مع مختلف المتدخلين على غرار مديري العمل الامن الوطني او المصالح المعنيه بهذا الحدث يتم القيام باجتماعات تنسيقيه قبليه من اجل وضع مخطط تكاملي بين هذه المصالح من اجل تسهيل حركه المرور وتكون في انسيابيه وان المواطن يمكن يتنقل في كل بكل اريحيه خلال هذه الفتره. نعم، الحديث عن المخطط الخاص بقياده الدرك الوطني خلال يومي عيد الفطر المبارك يقودنا للتوقف عند دور الوسائل التقنيه 1055 صفحه طريقي وموقع الشكاوى المسبقه. نعم بالنسبة لهذه الوسائل التقنية أو هذه المواقع التي وضعتها قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين كثيرا ما أثمرت أو كانت محل نتائج إيجابية من خلال استغلالها من طرف المواطن وكذا التجاوب الكبير او ردة الفعل الكبيرة من طرف افراد الدرك الوطني لما يكون نداء عبر هذا هذا هذه الوسائل لانه ايمانا منا بان المواطن دائما هو يعني حلقة وصل فعالة في المعادلة الامنية فان الامن يكون من المواطن الى المواطن نعم المواطن بالنسبة ل 10 55 هو رقم اخضر مجاني يمكن لاي مواطن استعماله هذا من اجل سواء تبليغ عن حادث او عن خطر يداهمه او يداهم الغير او الاستفسار عن اي عارض او مشكل يصادفه بالنسبه لموقع شكاوى المسبقه هو ايضا موقع يوضع تحت تصرف المواطنين وهذا من اجل ايداع شكاوى شكاواهم المسبقه خاصه بالنسبه للذين لا يمكن لهم ولا تتح لهم فرصه التنقل الى وحدات ولا مقر فرق الدرك الوطني لإدعاء شكوى <applause> آه. هذه الشكوى تستغل بكل جدية من طرف أفراد الدرك الوطني وكانت نتائج جد إيجابية أن سبق وأن تم عرض إحصائيتها في عرض حصة قيادة الدرك الوطني من طرف السادة المدراء بقيادة الدرك الوطني آه. بالنسبة لموقع طريقي موقع طريقي هو موقع آه. يوضع تحت تصرف المواطنين بصفة عامة ومستعملي الطريق بصفة خاصة من أجل استغلال كل ما ينشر عبره لأنه هو موقع اتصالي إعلامي توعوي وأيضا تحسيسي من خلال يمكن لمستعملي الطريق أن يتعرف على حالة الطرق الحالة التي يمكن أن تفيده في تنقله مثلاً انه ينشر عبر الموقع انه الطريق الفونالي مقطوع بسبب اشغال او لاي سبب ازدحام مروري او حتى ثلوج او الى غير ذلك في هذه الحاله يستغل المواطن وين ممكن يتفادى الطريق, يتفاد الطريق ويخذ طريق واحد اخر حسب ما هو مبين له في هذا في هذا الموقع هذه الوسائل التقنيه لها دور كبير 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 جدا من خلال حسن الاستعمال من طرف المواطنين الذين وجه لهم الدعوه من جديد من اجل التوجه الى هذه استعمال هذه الوسائل نعم كما قلنا في البدايه يعني خلال هذه الايام الاخيره ويومي العيد الفطر المبارك تكثر حركه المرور لهذا يجب التقيد بقواعد السلامه المروريه ما هي النصائح التي تقدمونها من هذا المنبر لمستعملي الطريق نعم هذا الابتداء من اليوم راح ندخل فيه نهايه الاسبوع اللي تتزامن مع عيد الفطر راح يكون يوم الجمعه او يوم السبت حسب بات ما, ما يتم الاعلان عنه عن طريق اللجنه نعم. الخاصه أه أه عيد الفطر المبارك هو مناسبه دينيه تلتقي فيها الاسر الجزائريه أه حتى من الخارج يمكن ان يمكن ان يسافروا الى الجزائر من اجل قضاء فتره العيد مع اهلهم نعم أه هذا هذه الفتره تشهد زخم كبير في الحركيه للمواطنين أه الذين يتوجهون الى الاحتفال والاحتفال والفرح مع اهلهم غير انه خلال هذه التحركات هناك تم تسجيل سابقا كثير من التهورات والمناورات الخطيره والتجاوزات التي غالبا ما ادت الى حوادث كارثيه عبر صحيح. الطرقات لذلك اود ان اوجه كلمه الى مستعمري الطريق خلال هذه هذه الفترة أن توخي الحذر التقيد بقواعد السياقة السليمة السير ببطء الوصول متأخر خير من أن لا تصل أيضا أدعو المواطن مثل ما حصل سابقا لكل من كان على متن حافلة أو وسيلة نقل يعني سائقها كان متهور يمكن التبليغ عبر الوسائل اللي كنا نتكلم عليها سابقا حيث تدخل وحدة الدرك الوطني في الحين دائما اقول في التاني السلامه وفي العجله الندامه. نتمنى السلامه لكل المواطنين، شكرا جزيلا لك سياده المقدم عليان عيسى على كل هذه التوضيحات وعرض هذا البرنامج الخاص بقياده الدركه الوطنيه. شكرا جزيلا. شكرا اذا مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا فقره تراثنا هويتنا بعد فاصل قصير هذا الموعد الثقافي الجديد حاضره في تقديمه الزميله ناديه هندسه صباح الخير ناديه. صباح الخير زميلتي اسماء مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم الى هذا الموعد الثقافي الجديد. الجامع الكبير او المسجد العتيق او ما يعرف ايضا بالمسجد الجامعة أول وأقدم مسجد بالجزائر العاصمة شيد قبل سبعة قرون على يد مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تشفين يعود تاريخ إنشاء المسجد سنة 1097 ميلادية وفق نموذج العمارة الدينية المرابطية ليكون وقتئذ أكبر مساجد الدولة في حين بنيت مئذنته بعد حوالي ثلاثة قرون من بناء المسجد أي سنة 1324 على يد سلطان تلمسان الزيانية أبي تشفين بن أبي حمو موسى الأول وتذكر بعض المصادر ان المسجد الكبير قد شيد على انقاض كاتدرائيه مسيحيه بنيت في العهد الروماني ويعد اقدم مسجد بعد مسجد سيدي عقبه ببسكرا واحد المواقع الاثريه القليله المتبقيه من العماره المرابطيه في الجزائر يقع الجامع الكبير في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمه في القصبه العتيقه بالقرب من الميناء وقد كان محاذيا لسوق كبير في ذلك الوقت حسب بعض المصادر التاريخيه مما جعله قبله المصلين ووجهه لطلبه العلوم الدينيه لقد اعتمد المؤرخون في تحديد تاريخ بناء الجامع الكبير على الكتابه المنقوشه على منبره التي تم اكتشافها بعد تسعين عاما من الغزو الفرنسي للجزائر فرغم تعرضه لعده هجمات من قبل المحتل الا ان بعض المعماريين فضلوا الابقاء عليه نظرا لقدمه وقيمته التاريخيه بل واعادوا تهيئه المنبر بتركيب الواحه فوق هيكل حديدي متحرك يمكن ادخاله الى غرفه مستطيله الشكل تقع يمين المحراب عقب خطبه الجمعه وحسب بعض المصادر فان النقوش التي يزدان بها منبر هذا المسجد وهي مكرره ثلاث مرات بالخط الكوفي تتضمن تاريخ انشائه ولطالما لفت هذا المنبر انتباه علماء الاثار وشغل مؤرخي الفن الاسلامي تمتاز تصاميم المساجد المرابطيه بانتظامها وضخامتها العمرانيه وتعرف ايضا بالتشبت بمبدا التناظر سواء في قاعات الصلاه او في الصحون فقد بني المسجد الكبير في شكل مستطيل قليل الارتفاع مغطى باسقف منحدره ممزوجه من القرميد الاحمر بها سطحان اوسطان تقطعهما قبه تغطي المحراب كما هو الحال في جميع المساجد المرابطيه ويتم الولوج للمسجد عن طريق صحن بواسطه رواق يؤدي الى ثلاثه مداخل في الواجهه الاماميه قاعه الصلاه هي ايضا مستطيله الشكل وعرضها اوسع من عمقها وهي تنفتح على صحن في شكل اروقه جانبيه تؤطر ساحه واسعه وقد اكتسب هذا المحور قيمه فنيه راقيه وجديده بعد تغطيته باشكال مختلفه وبدعه من القبب على السور المحيط بالجامع هناك عده مداخل اهمها مدخلان رئيسيان احدهما مفتوح مباشره على فناء المسجد والاخر بمحاذاته اضافه الى بابين اخرين احدهما على اليمين يمثل مدخل قاعه الصلاه والاخر يمثل مدخلا الى مقصوره الامام وقد كان للمسجد الكبير عند تأسيسه ستة أبواب رئيسية مصارعهما من الخشب الرفيع أربعة منها في شماله الغربي واثنان في شماله الشرقي ولكل من هذه الأبواب اسم يعرف به فالأول يعرف بباب الجنينة وهو أشهر الأبواب اليوم وأكثره استعمالا يليه باب البواقل وهو جمع بقال اي انيه تصنع من الفخار وتستعمل للشرب ويعود سبب تسميته بالبواقل الى اواني الشرب العموميه المصطفه هناك ثم يلي هذا الباب باب الفواره اي النافوره وهو باب يزيد عن غيره من بقيه ابواب المسجد بمصراعين كبيرين من الداخل وهما من الخشب المنقوش المزخرف بخطوط متشابكه واشكال هندسيه متعدده الاضلاع وبين بابي البواقل والفوارة هناك باب مسدود مكتوب أعلاه بالخط النسخي آية من القرآن الكريم ثم يلي هذا الباب باب الصمعة وهو قريب من المئذنة وعن فناء المسجد الكبير فهو مستطيل الشكل به قبتان تظلان ميضأتين إحداهما عن يمين باب الفوارة والثانية عن شماله. أما بالجهة الشمالية الغربية للمسجد يمتد رواق من الأعمدة الرخامية ذات تيجان مزينة بزخارف نباتية تنتهي بأقواس وقد أنشئ هذا الرواق عام 1836 لتزيين واجهة الشارع. يعد المسجد الكبير من اندر الاثار التي بقيت مخلده للهندسه المعماريه المرابطيه في الجزائر ويمتد دوره ليشمل مجالات عده منها تحفيظ القران الكريم وقد تخرج منه علماء علماء وفقهاء وائمه لعبوا دورا في تنوير الشباب بامور الدين ما يؤكد الدور الحضاري الكبير لهذا المسجد العتيق بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الثقافي موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله تعالى بحول الله شكرا جزيلا لك نادية أخذتنا بعيدا بتاريخ الجامع الكبير نلقاك بحول الله في مواعيد لاحقة إذا مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود تلفزيون الجزائري عبر منصات الاعلام الجديد. موقع الكتروني باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه. يتابع الاخبار والاحداث الوطنيه والدوليه. محتويات تفاعليه نحاكي فيها عناصر الخبر في حله رقميه. فضاءات للتواصل والتفاعل والمشاركه ولمتابعه برامجكم المفضله تفاعلوا مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري الانيه والمصداقيه أهلا بكم إذا اختتمت المسابقة الوطنية لأحسن مؤذن في طبعتها العاشرة ليتوج بعد ذلك أو بعد تصفيات ولائية ووطنية ثلاثة فرسان بجائزة المؤذن بلال في عدد اليوم من برنامج هذا الصباح يحضر معنا المتوج بالمرتبة الثانية في المسابقة الوطنية لأحسن مؤذن السيد محمد الأمين بوغفتان من ولاية المدية اهلا وسهلا وهنيئا لكم هذا التتويج. شكرا جزيلا بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكركم على هذه الدعوه هذه الاستضافه وهذه الالتفاته الطيبه. ادام الله شكر الله سعيكم وادامكم لخدمه دينه. بسم الله معكم الطالب محمد أمين بقفطان المتحصل على المتحصل على المرتبة الثانية من من جائزة أحسن بلال لأحسن أذان المنظمة من طرف جمعية جزائر الخير والتي بدوري أشكرها شكرا جزيلا على هذه المسابقة الطيبة القيمة التي تجمع بين حسن الاداء وضوابط الاحكام وضوابط احكامه وقواعده الحمد لله على كل شيء بدايه اعلنت الجمعيه جزاء الخير هذه المسابقه وعبر مختلف المساجد الولايه وشاركت فيها ومع مع المتسابقين من جل البلديات الولايه. وبفضل الله تحصلت على المرتبه الاولى ولائيا. وكان المرحله الثانيه وهي المرحله الوطنيه في في الاذان وكانت في المشاركه في ولايه المسيله. كانت في ولايه مسيلا حيث شارك متسابقون بأصوات متميزه وأصوات شجيه وكنت والحمد لله وفقني الله عز وجل أن أن تحصلت على المرتبه الثانيه وطنيا والحمد لله على كل حال والحمد لله الذي مثلت ولاية المدية تمثيلا آه، تمثيلا طيبا وكما تعلمون ولاية المدية هي ولادة نعم. لي، لي، آه، ولادة للمواهب والطاقات آه، والطاقات عبر آه، عبر المسابقات الوطنية والدولية نعم قبل التفصيل في يعني تفاصيل التصفيات التي خضتموها للوصول الى المرتبه الثانيه في جائزه احسن مؤذن يعني كيف تعلمت سيد قفطان مقامات الاذان واحكام الترتيل ايضا بفضل الله الحمد لله كان كان, كان بدايتي بدايتي مع الاذان كان من ضمن اظافري وتعلمت عند مشايخ واساتذه علموني ضبط الاحكام احكام القران الكريم انا درست احكام القران الكريم ثم خضت المسابقه المسابقات الوطنيه والمحليه للاذان فاحكام القران واحكام الاذان هما كما متساويين مع احكام الاذان هما احكام القران حتى المقامات هو المقامات مقامات القران مقترنه مع مقامات الاذان كما مقام مقام الرصد ومقام النهوند ومقام الحجاز الحمد لله كانت كانت مع مشايخي وتعلمت تعلمت الاحكام وتعلمت وفي هذه استفدت كثيرا وكذلك استفدت من المسابقات لا. عندما شاركت في هذه المسابقات تعلمت كثيرا من هذه من الملاحظات من لجنه التحكيم حتى وصلت الى هذا المستوى والحمد نعم لله. سنتحدث عن ملاحظات لجنه التحكيم سيد بو ابقى معنا ينضم الينا عبر الهاتف مباشره من بوسعده المتوج بالجائزه الاولى في المسابقه الوطنيه لاحسن مؤذن السيد رشيد فرجاوي اهلا وسهلا والف الف مبروك. هذا التتويج تتويجك بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية للمؤذنة شكراً بارك الله فيكم وفي مسعاكم سعيد أنا بتواجدي معكم وسعيد أنا باستضافتي في هذه الحصة وألف مبروك كما قلت على الجميع لأننا كلنا إن شاء الله فائزون وبارك الله فيكم وفي حصتكم شكرا جزيلا اذا السيد فرجاوي انت متوج بالجائزه الاولى ضعنا في الصوره فيما يخص كيف بدات مسيرتك مع الاذان بسم الله الرحمن الرحيم مسيرتي والله بدات منذ كنت صغيرا عشر سنوات تعلقت بالاذان تعلقت بالقران تعلقت بالمساجد حفظت كتاب الله وانا في وانا صغير أميت الناس تراويح تعلمت الأحكام منذ الصغر في في المسجد في بوسعاده مسجد عبد حمزه بن عبد المطلب وهو بحينا كما قلت أميت المصلين وأنا صغير وتعلمت الأذان بدأت مشواري في الأذان منذ كان عمري عشر سنوات دخلت هذا المضمار مضمار الأذان والقرآن والتجويد والترتيل وتعلمت الاحكام كانت كانت شغفي شغفي كبير كبير جدا انني اكون مؤذن انني حتى وان كان حتى وظيفتي الان الحاليه لست مؤذنا لكنني في التعليم معلم ابتدائي الا انني ما زلت امارس مهنه الاذان في المساجد مساجد بوسعاده والحمد لله يعني هذا فضل من الله ومنا نعم سيد فرجاوي بعد قرار مشاركتك في المسابقة الوطنية لأحسن مؤذن كيف خصت التصفيات الولائية ثم الوطنية؟ المنافسة أو المسابقة كنت دائما أنتظرها قبل ذلك كنا في 2018 شاركت في المسابقة الجهوية وأخذت المرتبة الأولى في بلاد أحسن أذان وتعذر علي الذهاب في الوطنية الا انها بقيت في قال تحوز في نفسي انني لازم ندي المرتبه الاولى فكل وحققت مرة ذلك في الطبع العاشره آه كل ما ولا في الطبع هذه العاشره هذا العام كل مره آه ابحث عنها وانتظرها في عبر المواقع التواصل واسال عنها متى متى تقام اين تقام في يوم من الايام في قبل رمضان وجدت اعلان في صفحه من صفحات فيسبوك لجمعيه الجزائر خير فاتصلت بهم وسجلوا اسمي وقالوا لي انه يوم الفلاني انك ستاتي الينا لتقود التصفيات الولائيه وذهبت اليهم في الموعد المحدد وقمت باداء الاذان مع نخبه من المؤذنين من الولايه تقريبا 20 او 25 مؤذن وتحصلت بها المرتبه الاولى ولائيا ولله الحمد ثم بعد ذلك انتظرنا المسابقه الوطنيه التي كذلك اقيمت في نفس الولايه وهي ولايه تلمسيدا فكنت مرتبكا نوعا ما مرتبكا لان لجنه التحكيم ما شاء الله يعني فيها فيها فطاح القراء والمجودين وال للمنشدين ليس سهلا ان نلتقي امام لجنه وان الجمهور والمصلين وراءك ينظرون اليك ويستمعون وتقدمنا نحو 16 او 17 ولايه مشاركا شاركت والحمد لله يعني كنت لانني كنت اريد اريد ان افوز لان كانت في نفسي يحوز في نفسي انني لابد ان افوز هذا العام بقيت في نفسي منذ منذ سنوات والحمد لله يعني تم اختياري من المرتبة الاولى من طرف اللجنه التحكيم التي كان يقوم على تحكيمها السيد تطراوي والسيد الهواري والسيد اسماعيل والسيد جواق من ولايه تيارت والحمد لله رب العالمين يعني في دفتر يعني فيها من كتب اؤذن واحد من اللجنه سبحان الله العظيم والله بكى 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 تاثر جدا قلت له لو كنت اعلم انك تسمع وتبكي لا كنت حضرته لك تحضيرا الاذان. نعم سيد فرجاوي الان بعد تتويجك بالمرتبه الاولى في مسابقه احسن مؤذن في الجزائر هل لديكم طموحات للمشاركة في مسابقات دولية بإذن الله بإذن الله لابد المشوار هذا لابد أن أبقى فيه وأسير فيه ولا أنقطع انا امنياتي وتطلعاتي ان شاء الله الى المسابقات الدوليه والعالميه باذن الله تعالى لكي افوز فيها وامثل الجزائر احسن تمثيل واشرفها احسن تشريف شاء الله بحول الله هل في امكانيه تلقينك لبعض الاشخاص او التلاميذ او الاطفال الراغبين في تعلم مقامات الاذان وحتى احكام الترتيل منذ 2018 من منذ ان ربحت المسابقه الجهويه لاحسن اذان ومن ذلك الوقت وهم كل مره ياتيني شاب يقول لي علمني الاذان علمني الاحكام اقوم معه بحصه او اقوم معه بجلسه من الجلسات في المسجد او في خارج المسجد حتى أن في بعض المرات اقول استدعيه يؤذن في المسجد وانا أقوم من الاذان يعني اقول له هكذا تبع كذا تبع كذا احكام كذا الصوت كذا المد كذا أقوم الاذان لحد الساعه عندها فقط اسبوع فقط اتاني شاب من الشباب قال لي سبحان الله شفت المسابقه الاذان الاخيره وشفت باذانك قال لي وقال لي اريد ان اصبح مؤذنا مثلك واريد ان انافس المؤذنين في المسابقات المقبله فقلت له اعطيته فرصه في الاذان اولا اذان في المسجد وقومت له الاذان وما شاء الله كانت اذانه رائع قلت باذن الله انت ستتحسر عليها في المرات المقبله ان شاء الله. بحول الله هنيئا لكم ثانيه وبالتوفيق لكم في هذا المشوار السيد رشيد فرجاوي. شكرا بارك الله فيكم وفي نفعكم. شكرا جزيلا. عفوا عفوا. اذا اعود اليك سيد محمد الامين بقفطان كنا نتحدث ونستمع أوه. الى المتوج بالجائزه الاولى. انتم متوج بالجائزه الثانيه خصتم نفس التصفيات التي خاضها السيد فرجاوي حدثنا عن تجربتك. بدايه عندما وضعوا الاعلان في 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 المساجد وفي صفحتهم الرئيسيه للجمعيه ذهبت لاشارك مع المتسابقين الذين كان كان نوع من المستوى كان مستوى في الاصوات المتميزه والحمد لله شاركت باداء وصوت الحمد لله واحكام وتوجت توجت الاول الاول ولائيا ثم بعد ذلك اخبروني بانه المشاركه الثانيه ستكون في ولايه المسيلة فشاركت فذهبت وشاركت وكان حوالي 15 مشاركا في التصفية في التصفية النهائية وكان كان المستوى كذلك أصوات متميزة جدا والحمد لله كما يقولوا شاركت فيها وتحصلت على المرتبة الثانية ولله المنة والفضل على كل شيء والحمد لله أني كذلك مثلت ولايتي أحسن تمثيل هذا فخر للجزائريين اكيد بالنسبه لبو يود المشاركه في مسابقات دوليه لما لا؟ حبذا حبذا اشارك في المسابقات الدوليه وامثل الجزائر احسن تمثيل حبذا يوجد هناك مسابقات دوليه وان شاء الله عندما يعلنون عن المسابقه ساشارك وسارفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله هذا يدفع للمزيد من التدريب أه لابد 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 التدريب التدريب في في الصوت الصوت يجب يكون الصوت شجي والصوت يكون واضحا والصوت وكذلك الاحكام احكام الاذان الغنن الادغام المدود كذلك والمقامات كذلك المقامات يجب المقام تكون مثلا عندما تبدا بمقام الرصد تكمل في مقام الرصد عندما تبدا في مقام الحجاز تكمل في مقام الحجاز فالاذان هو علم وهو الاذان هو علم بذاته وكذلك هو شعير من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب <تصفح> نعم حتى نتيح للمشاهدين الكرام الاستماع م. الى صوتكم من خلال رفع الاذان هل يمكن يعني اعطائنا أيوة. مقطع او لا. حتى الاذان كامل أيوة. بسم الله الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد رسول الله أشهد أن محمد رسول ما شاء الله صوت جهوري فقط نريد ان تخبرنا باي مقام يعني استعملت؟ استعملت مقام الحجاز هذا المقام الذي يستعمله كثير المصريين وهو مقام حزين فيه نوع من الشجن وهناك عده مقامات كان المقام المغربي <applause> نعم، بالنسبة لتعلم هذه المقامات يعني هل كنت من الصغر تتبع أو تتدرب على رفع الأذان؟ أتمرن كثيرا على هذه المقامات، أتمرن وكذلك في المساجد، عندما أؤذن في المساجد كان لي إختلاف يعني كانت لك تجربة رفع الأذان في المساجد؟ في المساجد، أنا منذ الصغر ما شاء الله منذ الصغر منذ كان في عمري 13 قدمني الشيخ رحمه الله تعالى عليه الشيخ محمد برقيه رحمه الله امام مسجد بن ديل ابراهيم بالمديه قدمني للأذان والحمد لله كنت صغيرا كما يقولوا خائفا كذا الحمد لله اديت بشكل جيد ثم شجعني شجعني ومن وم ثم بدات مسيرتي في الاذان <applause> نعم الآن بعد إتقانك لمقامات الأذان هل في إمكانية تدريب وتمرين الأطفال في نعم. بهذه المقامات؟ نعم نعم خير كم خيركم تعلم ما وعلمه خيركم تعلم القرآن وعلمه مذهبيا نعلم الأطفال نعلم علم أحكام الأذان وعلم مقامات الأذان <applause> إن شاء الله نقدم رسالة للجيل القادم ان شاء الله. نعم حتى بالنسبه لهذه المسابقات الوطنيه التي اصبحت تقام في كل مره سواء ما تعلق بالاذان، سواء ما تعلق بترتيل القران هي تفسح المجال لاظهار القدرات يعني في كل مره. نعم نعم هذه هذه المسابقات هي مسابقات تكتشف بها المواهب وتكتشف بها الطاقات صحيح. عندما هذه عند هذه الطاقات والموهب يجب يجب على كل موهوب ان يتقدم الى هذه المسابقات من اجل ان يبين الموهبه 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 الخاصه به وموهبه الصوت وموهبه الاتقان يجب ان نشجعه ونشجع الاطفال خاصه الاطفال عندما الانسان يكون صغيرا يجب ان تنزع له هذه تلك الهيبه لكي اولا مع المساجد نقدموهم في المساجد يؤذنون مم. ثم بعد ذلك نقد يبداون في شيئا فشيئا في, في المسابقات وكذا المسابقه المحليه او البلديه والمحليه ثم المسابقات الوطنيه والدوليه ان شاء الله بحول اكيد مم. ان سكان ولايه المديه فخورون بك بعد هذا التتويج لله. الحمد لله والله لقيت ترحابا وفرحه من 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 والدي ومن اصدقاء ومن قريب الحمد لله وفخورين به الحمد لله والله شرفت الولايه وانا فخور بهذا الانجاز الذي الذي هو الرساله هو رساله الاذان هو رساله اقدمها اولا ان شاء الله تكون خالصا لوجه الله وان شاء الله يتعلم منه الصغار والكبار بعد فوزكم بالمرتبه الثانيه ما هو المنتظر والمرتقب؟ المنتظر والمرتقب ان شاء الله حبذا أنا, انا عندي امنيه ان شاء الله حبذا لو تتيح لي الفرصه الاذان في المسجد الاعظم و وكما نقولوا ان شاء الله حتى الحرم المكي إن شاء إن شاء اللي الانسان يجب ان يكون له طموح في هذه الحياه كما نقولوا ان شاء الله ننجح وان شاء الله كما نقولوا في في الوطني وان شاء الله في الدولي ان شاء الله بحول الله بالتوفيق لكم شكرا جزيلا شكرا. وهنيئا ثانيه هذا التتويج سيد محمد الامين بقفطان انت المتوج بالجائزه الثانيه لمسابقة احسن مؤذن شكرا شرفتون بهذه الاستضافه وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وان شاء الله نقدم الافضل ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله ومزيد من النجاحات ان شاء الله شكرا جزيلا وعيدكم مبارك عيدكم مبارك وبارك الله فيكم عيدكم مبارك للامه الجزائريه والعربيه شكرا اذا مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج هذا الصباح شكرا على كرم الاسماء والمتابعه تقبلوا تحياتي تحيه الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم منذ صباحة اليوم الى اللقاء